المباراه واللي عدى عن ياسو ماريانو ورجعهم الفولو لبعض بعد كل الحروب اللي صارت بيناتهم والمشاكل. قام ماريانو نزلت مقطع صار يقول شنو سبب خلافه ويا ياسو، بعد طلع ياسو ورد شويه ستوري صار يتجون عليها ويتهجمون عليها. شوف هذه الستوري قصفوا بيها. اوكي 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 خلاص جبت مشاهدات من الرادار، يلا يلا بسرعه بسرعه على اسم ياسو، بسرعه 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 على اسم ياسو بسرعه، الكل الكل يكتب ياسو، الكل يكتب ياسو باليوتيوب، يلا يلا يلا. ولكن حاليا رجعوا الفول لبعض بحساباتهم بالانستغرام وجاوا اصدقاء، فتتوقعون يا حبايبي انه ياسو حترجع لفريق فافا نابولي مثل قبل، ترجع صوريهم فيديوهات، طبعا ان شاء الله يا رب هذا الشيء يصير، كل اتوقع يريد هذا الشيء، فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات هل تريدون ياسو ترجع لفريق فافا نابولي او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو نور مار، فنور مار رجع على سبب الانستغرام شفت ستوريات وهذه الستوريات عن من خلالها انه راح ينزل مقطع باكر الساعه بالاربعاء على القناه الاساسيه وحسب مكاتب فيديو خطير وراح ينصدمون، اعطيكم هذه الستوريات شوفوها. جماعه الخير بكره ان شاء الله على الساعه 4 في فيديو جديد على قناه اليوتيوب قناه الاساسيه، خليكم جاهزين فيديو خرافي صرنا عم نصور لكم اياه يوم كامل جاهزين. اما اليوتيوبر الثاني عندنا فهو طارق الباشا وفضيحه الانس الشايب، ومن هو الشخص اللي كان وياه؟ هذا الفيديو صار يسوي وياه اشياء زائد 18. طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وعرف مين من هذا الشخص وحط صوره تثبت هذا الشيء، ومتاكد راح تنصدمون من الموضوع، راح احط لكم رابط مقطع بالوصف راح تشوفوه وعرفوا من هذا الشخص اللي كان وياه. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد مار وصوله سبب الانستغرام ل 500,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب، وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان اسماعيل لسبب انه هي مشكله وياها وبنفس الوقت هي صديقه نور ستار، فبيسان اسماعيل نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان بهذا الصوره واللي هو من الكومنتات اللي صارت تجيها انه تساسا مو مثل ما يشوف صومين رمضان او سوين نسجه صومين رمضان وسوين وشم، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر هل تستحق تهجم تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن ريما وصولها سبب اليوتيوب لل 5 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب، وطبعا لا تنسوني يا حبايب تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر السادس اللي عدنا عن محمد جواني واغنيته الجديده، فمحمد جواني نزل على سبب الانستغرام شفت ستوريات وهذه الستوريات على مخله انه قاعد يجهز لنا الاغنيه الجديده، لا تنزل بعيد الاضحى وصل لفتره طويله كل جديد يطلع عليها من الواضح تكون اغنيه ناريه، وبنفس الوقت قال انه حيرجع اليوتيوب، راح اعطيكم شويه ستوريات تشوفوها مالت. بس اغنيه جديده لك في قنبله جديده علي الحلال يا جماعه، صار عدت 5 مرات غيرت اللحن 5 مرات، تخيلوا لوين، تخيلوا الكليب اللي بباي راح اعمله، من شان هيك استنوا اول يوم العيد، حرام ننزل برمضان والله حرام، اول يوم العيد تنزل خلص. صح والله انا كثير غايب وبالفتره الاخيره كنت مقصر بحق متابعيني وبحق حالي لدرجه اني خفت افعل على السوشيال ميديا لانه من قله النشر والاستمراريه كانت نفسي تعبانه من كثر القصص اللي صارت معي اخر فتره، بس ما عم بظهر هون، بس حاليا رجع. وبس والله صارت مقطعات من مقاطعكم تحطون لايك تشكروا بالقناه حبايب، شكرا لكم على 3500 كومنت بالمقطع السابق، شكرا لكم فعليا انتم ماكم منكم، اتمنى هذا المقطع حاول وصل 5000 كومنت 10000 كومنت، كل واحد يكتب له 10 كومنتات 20 كومنت، احبكم كلكم وبس مع السلامه.